رب لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه نسألك بعزك إلا رحمتنا ونسألك بغناك عنا أن تجعلنا من المقبولين هذه نواصينا الخاطئة بين يديك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تعتق رقابنا من النار وتطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وبيوتنا من المنكرات ومجتمعاتنا من البدع والآثام يا رحيم يا رحمن إلهنا وسيدنا ومولانا وقفنا ببابك سائلين فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.